حين أطل أيوب وقف الناس هكذا في حضوره واستمروا بالتصفيق طويلا، كيف لا وهو المزدحم بتفاصيل اليمنيين جميعهم من ظلوا في الوطن وحتى من غابوا عنه. وفي آخر الحفل عند التكريم تحديدا لم ينسى أيوب ذكرى توأمه الفني الشاعر الفضول عبد الله عبد الوهاب نعمان الذي كتب له أجمل أغانيه وشكل معه ثنائيا فنيا. حزنا أنتابني في هذه اللحظة، وهو لماذا لم يكرم رفيق دربي الشاعر العظيم عبد الله عبد الوهاب نعمان. أنجحته قدرته كفنان على انتقاء الكلمة وتطويعها للتقريب بينه وبين كافة اليمنيين، فظهرت بسبب ذلك عدد من الروائع الغنائية أشهرها على الإطلاق النشيد الوطني للجمهورية اليمنية. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، ردديه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي. أما بالعودة لتفاصيل الحفل وبعد كلمات عدة، أعادت لنا كلمات شاعر ذكريات أيوب في ماضينا وحاضرنا ليمثلنا عمر بمختصر حكاياته الكثيرة عن أيوب ويكون جسراً ما بين أغاني أيوب ومشاعرنا المختلطة. لنا اليوم أن نتوقف عن الشعور بالغربة، فكيف نشعر بها وأيوب الوطن حاضر بيننا؟ يا صباح الرضا على مشارف بلادي. جاءت بعدها هذه الفرقة التي تكونت خصيصاً لإحياء حفل تكريمه، وبين معزوفة وأخرى مرت على بعض قصص أغاني أيوب ومعانيها ونثرت كلماتها لتحفر في ذاكرتنا عميقا أغاني أيوب التي لا تغيب. هي أشبه بحلقات فرح يمنية عنوانها أيوب وموضوعها الأبرز التكريم. جاءوا جميعهم لأجل كلمات وألحان صدرها أيوب ذات يوم لهم وبقيت عالقة في أرواحهم حتى اليوم، وهو الذي عاش معهم لحظات الفرح والحب والوحدة والغربة ومشاعر الحنين للوطن حين كان يتلون بألوان اليمنيين. حضر أيوب في تفاصيل جميع حياة اليمنيين، واليوم جاء